لن نترك الحسين ولو مر علينا مليار عام، لن نبدل الحسين بيزيد مهما كان اليزيديون حاكمين. احنا اكتشفنا الجنة، من بطل من الجنة؟ من روح إلى جهنم؟ الحسين قائدنا في الدنيا إلى الجنة، وهو سيدنا في الجنة، سيد شباب أهل الجنة، هذا هو الحسين. لن نتركه. يعني كلما يزيدون من الضغوط مثل المسمار الذي في الحائط، كلما ضربوا على رأسه كلما ترسخ في الحائط، كلما ضربوا على رؤوسنا ازددنا إصرارا على طريق الحسين. لأن الأحاديث تقول، قال الإمام الصادق لأحدهم: هل تزور المظلوم؟ يوم اللي كان اسم الحسين ممنوع، وإلى الآن هنالك قبائل تحكم وعددها 7000 8000، ما فيهم اسم حسين واحد، ولا اسم حسن واحد، ولا اسم فاطمة واحد. هؤلاء ضدهم بالمطلق، بالأسماء، بالأشخاص.